وجهوا اتهام لانفسهم. يعني هاي المنطقه معروف مين متحكم فيها، وهاي المنطقه اللي نحن فيها معروف مين متحكم فيها، فما في اتهام معروف. يعني هن كشفين عن وجههم، يعني القتل عندهم عادي، انه سافر، انه وجههم سافر مبين مين هن. وسبقوا لما علقوا مناشير قدام بيتنا، كتب لقمان راى المنشور انه معروف مين هن، معروف، وهو حمل مسؤولية لفلان وفلان وفلان، ذكرهم بالاسم. راجع المنشور الموجود.